أخبار الرياضة نقدمها مباشرة من التلفزيون الجزائري. مشاهدينا أهلا بكم. بداية، يلعب في هذه الأثناء ممثل الجزائر في رابطة الأبطال الإفريقية شباب بلوزداد مباراته أمام منافسه السيراليوني رونجرز لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني للمنافسة. نتابع جانبا من اللقاء بتعليق عبد العزيز بن سالم. الحكم المساعد شباب بلوزداد مع هذه البداية هو المتحكم في المباراة. ضغط من أبو كماح، قلت صاحب الهدف الأول في مباراة الذهاب، الهدف الوحيد للنادي السيراليوني مستخلصة، لكن عادت حسين بن عيادة إلى يوسف العوافي. يتقدم يوسف، أمامه المساحة، يجد عبد الرحمن مزيان، مزيان من الجهة اليمنى يعود بالكرة إلى الخلف إلى بلغيت عبد الرؤوف. بلغيت يتقدم، بلغيت يبحث عن إسلام بكير باتجاه عبد الرحمن مزيان، ثم إلى بن عيادة، ومن عيادة إلى بكداد. يتقدم شباب بلوزداد، يلعب في نصف ملعب بورنجرس. ضغط الشباب مع هذه البداية، خروج بالكرة بصعوبة من جانب النادي السيراليوني. منصراي يبعدها، محاولة المرور ولكن المخالف. إذن كل التوفيق لشباب بلوزداد في هذه المباراة. وفي منافسة أخرى، حقق اتحاد دول الجزائر الأهم بتأهله إلى دور المجموعات من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك عقب تعادله أمام الفتح الرباطي بالتعادل السلبي سهرة أمس بملعب ميلود هدفي بوهران لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني. وكان الاتحاد قد فرض التعادل الإيجابي هدف لمثله على أرضية منافسه في لقاء الذهاب ليتأهل بفضل أفضلية الهدف المسجل خارج القواعد. نتابع أبرز فترات المباراة بتعليق سيف الدين بن زرعة. كرة لاتحاد العاصمة، هنا التسديدة ولكن تروح بين أحضان الحارس أيمن مجيد. الكرة هنا لفريق اتحاد العاصمة في أول كرة في هذا الشوط، الشوط الثاني، الانطلاق عن طريق رضواني. هنا كرة الهدف الأول ولكن كرة راحت إلى الركنية، لعل واحدة من الكرات الثابتة تأتي بالغيث النافع في هذه المباراة بالهدف الأول. بنزازة كرة تنفذ في القائمة الثانية، هنا بالرأس، بالرأس من عليلات. بوسليو في كرة من هناك، بوسليو يحاول المرور في كرة عبور، والكرة ممتازة ولكن التدخل على مرتين عبر بلال الودغيري. كرة للفتح حذاري، هنا تسديدة ولكن لم تمر بعيدة عن مرمى بنبوط. الحكم لن يتوانى في الإعلان عن نهاية المواجهة. المواجهة كانت صعبة ولكن الاتحاد تفاوض بشكل جيد في الذهاب، وهنا فعلا الاتحاد، اتحاد العاصمة. إذن تأهل اتحاد الجزائر إلى دور المجموعات من منافسة الكاف تحدث عنه اللاعبون عقب اللقاء مبدين سعادتهم بهذا الإنجاز ورافعين التحدي لمواصلة المشوار بأكثر عزيمة. سي ان سكور بياج، الحمد لله اون بيان جيري لا دوزيام ميدون تاعنا. سي ديفيسيل، زيد ما لا شارج تاع لي ماتش اللي كانت عندنا ولي فواياج عيينا. الحمد لله ربي ما خيبناش. جو ريميرسي تو لو برو كيبي، صحابي، لو ستاف ميديكال، ستاف تكنيك، كارماتيك. الحمد لله ربي، المقابله كانت صعيبه، خاصه يعني الفريق اول مره يستقبل في الملعب، لكن ما نبقاوش نبحثوا على الاسباب. نظن تحدثنا المقابله اللي فاتت عن التعب، واليوم نتحدث ثاني عن التعب. الحاجه الاهم هي التاهل ان شاء الله. دوك يكون عندنا الوقت باش نعاودوا نسترجعوا وباش نعاودوا نحضروا انفسنا وباش نعاودوا نخدموا ان شاء الله، خاصه من الجانب الهجومي ان شاء الله، ماشي غير المهاجمين. نظن كل اللاعبين مسؤولين ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نروحوا بعيد في هذا الكاس، خاصه واننا حامين اللقب يعني. هذا وسيتعرف نادي سوستار على منافسه في مرحلة المجموعات لكأس الكاف يوم الجمعة 6 أكتوبر من خلال عملية القرعة المخصصة لهذه المنافسة التي ستجرى بجنوب إفريقيا.
في المنافسة المحلية حددت الرابطة المحترفة لكرة القدم تواريخ مباريات كل من الجولة الخامسة السادسة السابعة والثامنة من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث برمجت الجولة الخامسة يومي 20 و21 أكتوبر المقبل، فيما ستلعب الجولة السادسة بتاريخ 27 و28 أكتوبر، أما مباريات الجولة السابعة تجرى بتاريخ 3 و4 نوفمبر المقبل، بينما تقام مواجهات الجولة الثامنة يومي 10 و11 من ذات الشهر، هذا وتلعب لقاءات الجولة الرابعة يومي 6 و7 أكتوبر. أعلنت إدارة نادي مولودية البيض الناشط في الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم عن فسخها للعقد الذي يربطها بالمدرب عبد النور حميسي وبقية أعضاء طاقمه الفني، وأسندت إدارة المولودية مهمة تدريب الفريق مؤقتا إلى المدرب المساعد السابق لجمعية شلف عبد الحق بالعيد في انتظار تعيين المدرب الجديد في قادم الأيام، ويأتي الاستغناء عن خدمات الطاقم الفني للمولودية بعد 3 جولات فقط عن انطلاق البطولة. سجل خلالها الفريق فوزا في الجولة الأولى أمام الضيف شباب قسنطينة قبل أن يتعثر في الجولتين المواليتين خارج القواعد أمام كل من وفاق سطيف ومولودية الجزائر. ويعد حميسي سادس مدرب يغادر فريقه في الموسم الجديد للرابطة الأولى لتعود ظاهرة إقالة واستقالة المدربين مثل ما كان عليه الحال في المواسم الأخيرة، يقول طارق بوفليح. هي 3 جولات فقط حتى كثرت الأخبار عن مغادرتهم لنواديهم. الطواقم الفنية لفرق الرابطة المحترفة بدأت في التحرك والاهتزاز بمجرد تعثر واحد فقط. الحديث عن الاستقرار هو أكثر الكلام المكرر عند التحضيرات، والمشروع الكروي شعار عند كل توقيع، والأهداف كلها مرتبطة بما سيحقق في نهاية الموسم. هي هكذا على الورق، بينما الواقع يؤشر لوضع يأبى أن يتغير منذ مواسم عدة. إقالة واستقالة تسمع وتعلن، ألفها الشارع الكروي. 6 أسماء من أصل 16 تركت مكانها في دكة البدلاء، أي 37.5% من الطواقم الفنية غادرت. 3 منهم قبل انطلاق البطولة هم معز بعكاز من مولودية وهران، وعبد القادر عمراني مع وفاق سطيف، ونذير لكناوي رفقة نادي فارادو. 3 كانوا بمثابة افتتاح لما هو قادم. يأتي الدور في الجولة الثانية على عزيز عباس الذي غادر فريقه نجم مقرة بداعي عدم تأهيله مع الفريق في المباريات الرسمية. الجولة الثالثة حملت أيضا مفاجآت. يوسف بوزيدي من منقذ الموسم الماضي إلى غير مرغوب فيه مع بداية الموسم يرحل من بيت شبيبة القبائل. وعلى ذات النحو أيضا طلاق بالتراضي بين المدرب عبد النور حميسي وفريقه مولودية البيض، ليكون معدل تغيير المدربين 2 على الأقل في كل جولة. لتطرح التساؤلات من جديد، إلى متى يظل المدرب ضحية سوء التسيير وضغط الشارع الكروي والجماهير، بما أن النتائج مجرد غطاء؟ وقف الآن عند آخر أخبار بعض محترفين وما يحققونه مع أنديتهم في تقرير وليد فرحان. مع اقتراب الموعد المرتقب كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، يهدف الناخب الوطني جمال بلماضي إلى جاهزية اللاعبين على كافة الأصعدة ومن مختلف الجوانب. أسبوع جديد لمحترفين في أكبر البطولات العالمية، والبداية بالقناص إسلام سليماني الذي جدد العهد مع الشباك مرة أخرى عندما ساهم في فوز فريقه كوريتيبا بثنائية نظيفة أمام أتلتيكو بيرينينسي. إسلام سجل الهدف الأول وأحرز ثاني أهدافه منذ التحاقه بالفريق البرازيلي في 4 مباريات. مهاجم آخر يواصل التألق على الأراضي السويسرية، قاد فريقه إيفيردون سبور للفوز بهدف نظيف أمام نادي سانغال. محيوس كان خلف الهدف الوحيد رافعا رصيده إلى 3 أهداف في 5 مباريات. وفي الدوري الفرنسي وصل يوسف عطال مشاركاته الأساسية بانتظام، حيث شارك في تعادل فريقه نيس أمام الضيف بريست، في وقت شارك ثنائي هشام بوداوي وبدر الدين بوعناني كبديلين في اللقاء. أما الوافد الجديد للخضر أمين جويري فشارك أساسيا في فوز فريق هيران على حساب نونت بثلاثية لهدف واحد، تاركا
انطباعا حسنا قبل خروجه في الدقيقة 80، في وقت سجل محمد أمين عمورة مشاركته بديلا في الدقيقة 70 رفقة فريقه سان جيلواز، مفاجأة الدور البلجيكي هذا الموسم، حيث حقق فريقه انتصارا بثلاثية كاملة على حساب شالوروا. في رياضة الجمباز تحتل الجزائرية كيليا نمور المركز الثاني مؤقتا على جهاز العمودين الغير متوازيين ضمن فعاليات البطولة العالمية التي تجرى وقائعها ببلجيكا، وتحصلت نمور على مجموع 14.733 نقطة وراء الأمريكية شيز جونز صاحبة مجموع 14.833 نقطة. وفي المسابقة العامة الفردية تتواجد الجمبازية الجزائرية في المركز السابع بمجموع 53.699 نقطة، والذي يؤهلها إلى الألعاب الأولمبية في حالة محافظة نمور على مركزها. للإشارة، تعتبر كيليا نمور أصغر مشاركة في المنافسة حيث لا يتعدى سنها 17 سنة، وتعد هذه المشاركة الثانية في مشوارها. تنمية الممارسة الرياضية عند السيدات محطة توقفت عندها الجمعية الوطنية للرياضة النسوية من خلال التربص الذي نظم بولاية سطيف وعرف مشاركة واسعة. المزيد في هذا التقرير. بالمسمح الأولمبي بالمدرسة الوطنية للألعاب الأولمبية بسطيف، انطلقت فعاليات تربص الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية خاص بالنساء الغير مهيكلات للتحكم في تقنيات هذه الرياضة لتأطير محبيها على مستوى ولايتهن، والذي يكلل بشهاداتهن يمكنهن من ذلك. أنا هنا في تربص المقام بولاية سطيف من أجل تنشيط المسابح تحت إشراف مؤطرين من الاتحادية الجزائرية للرياضة من أجل تطوير وترقية الرياضة النسوية. نسحقوا تاني هذا الدبلوم باش نخدموا به تاني في لاكولوني برا، نعاونوا به رواحنا تاني. غير بعيد وبذات المدرسة حصة أخرى تكوينية خاصة بالأطفال أو ما يعرف بالكيتس أكليتيكس للإحاطة بأبجديات ألعاب القوى وتحضير ممارسي أم الرياضات الأولمبية. إن شاء الله نكونوا الأولاد الصغار خاصة في مناطق الظل عندنا في الجنوب، نروحوا نديروا دورات في الأعياد في المناسبات هك، ونزيدوا نكونوا المدربين هذو اللي راح يبتدوا نزيدوا نعطيهم معلومات. الحدث الأبرز هو فعاليات الندوة الوطنية حول الممارسة الرياضية بالوسط المدرسي والجامعي، والتي ضمت كل الفاعلين للبحث في سبل إشراك الحركة الجمعوية لتحقيق مسعى ترقية الرياضة المدرسية والجامعية، والتي رفع بها شعار لا للمخدرات في الأوساط المدرسية والجامعية. احنا نعتبر هذه المبادرة وهذه الندوة بمثابة شراكة دائمة ما بين المجتمع المدني والمدرسة الجزائرية. لينتهي هذا التربص والذي جرى على مدار يومين بسماق للجري واستعراض للتحكم في القيادة النسوية للسيارات، ليرفع شعار آخر قيادة متحكم فيها للحد من حوادث المرور. الرياضة فضاء للقضاء على الآفات الاجتماعية لليافعين والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والأداء العلمي، ووسيلة للاستثمار في الفرد ورقي الوطن والارتقاء بالمواطنة. مشاهدينا، ختام أخبار الرياضة قدمناها لكم من التلفزيون الجزائري، شكرا على المتابعة والسلام عليكم.